السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول خريج قسم كلية التجارة. هل طالب القسم الأدبي يجد فرصته في هذه الكلية من عدمه؟ ولذلك حبيت أن أنا أعمل هذا الفيديو علشان يوضح لحضراتكم هذا الأمر. في البداية حابين نوضح أن كلية التجارة من الكليات اللي بتقبل من القسم الأدبي وكذلك القسم العلمي. قد يختلف تنسيق كلية أو قسم الأدبي عن القسم العلمي، ولكن اللي يهمنا هنا أن هذه الكلية تقبل من خريجين القسم الأدبي وكذلك القسم العلمي. ولذلك من المهم جدا انك تعرف بانك كخريج للقسم الأدبي. كتير جدا بيسألوا هل هذه الكلية مناسبة ليا كخريج قسم أدبي من عدمه؟ ولذلك هتلاحظ هنا انك كخريج للقسم الأدبي تجد بان كلية التجارة هي واحدة من الكليات المساعدة جدا ليك. لو انت بتحب المجال النظري وبتخشى المجال العملي، هتلاحظ بان كلية التجارة هتجد فيها هذه التخصصات اللي بتشبع هذا الامر. هتجد تخصصات زي إدارة الأعمال، زي إدارة التسويق، إدارة الموارد البشرية، المجالات الخاصة بالاقتصاد في بعض موادها بشكل كتير جدا بيغلب عليها الجانب النظري. ولذلك لو انت دخلت هذه الكلية هتجد بان هذا الامر متاح وموجود في سوق العمل. ولذلك لو انت خريج من قسم تجارة قسم ادبي، هتلاحظ بان هذا الامر متاح ليك بانك تدخل كلية تجارة وهتجد فيها هذه التخصصات. حاول قدر الامكان لو انت لا تحب الرياضيات انك تدخل مجالات زي او اقسام زي تخصص المحاسبة او تخصص الاحصاء او تخصص الاقتصاد، هتلاحظ بان هذه التخصصات قد تجد فيها بعض المسائل العملية. ولذلك حاول انك تتجنب هذه التخصصات حتى تستطيع انك تنجح في هذه الكلية. انا حاب اوضح ان قسم واخريين كلية ادبي او تخصص ادبي يجدوا في كلية تجارة العديد من التخصصات اللي بتشبع لديهم هذا الامر. ولكن من المهم جدا انك تعرف بانك حاول تتجنب تخصصات زي المحاسبة والاحصاء والاقتصاد حتى لا تجد فيها مسائل عملية او بعض المسائل الرياضية، خاصة تخصص الاحصاء قد لا تكون مناسبة ليك كخريج تخصص ادبي. ولكن انت في اول سنة في الغالب هتدرس العديد من المواد الخاصة بالاحصاء والاقتصاد والمحاسبة، فلو لقيت نفسك لديك القدرة فيها حاول انك تعرف بان يكون لديك نوع من انواع الاهتمام ايضا بهذه التخصصات في حالة انك لديك الفرصة فيها. ولكن بشكل عام هتلاحظ بان هذه الكليات هي من الكليات ليست الصعبة جدا، ولكن انت كخريج ادبي ستجد فيها راحتك باذن الله تعالى. انا اللهم بحمدك اشهد ان استغفرك اتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفني رد عليها في التعليقات او على الصفحه الرسميه على الفيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.